هذه القصة يعني واحد قال وش قصة المدرس، بما أنك تتكلم عن التدريس، وش قصة المدرسة المتسولة؟ يقول لي قلت بين قوسين عنوانها قصة المدرسة المتسولة، لكن أفهم قصة المدرسة المتسولة ليش تسولت المدرسة. واحد يقول كل ما رحت أصلي خاصة ما أشوف هالمتسولة ذي إلا الفجر، أشوفها قاعدة عند المسجد فيها البرد فيها الحر، تقعد عند المسجد يقول لا ظهرت من المسجد ما عاد شفتها. جاء ذاك اليوم قلت بعطيها قسمة الله، يقول يوم قربت عليها وبعطيها إلا الله قسم، يقول وهي تلملم في عباتها وتجض مني وتلزق في الجدار. يقول قلت وش دي اللي قاعدة من تحت الجدار؟ يقول قامت تاكل معي القضية ذي في راسي، واجي يوم من الأيام والقاها، واليوم الثاني واللي بعده. يقول يوم جاء ذاك اليوم الله أرادني يطعم بدري، إلا هي قاطعة الشارع معها بزرين في يدها صغار مو بكبار، قلوا 10 سنين وقل، ولا هي مهري ولا تقطع الشارع مستعجلة. يقول وأنا وراها في ساقتها، وأنا وراها وأنا وراها، يقول أدخلها في عمارة من أجمل العمارة في الأحياء، عمارة من أجمل العماير، دخلت وراها يقول ما عاد أدري وين راح هذا المتسول. يقول العمارة ذي فيها رجال عندنا يصلي معنا في المسجد، قلت بنشده واجي. قلت يا فلان؟ قال نعم. قال يا أخوي المرأة اللي تقعد هنا كل صبح، قال لي هذه مدرسة، ذي مدرسة أو موجهة منها في التعليم. قال تتسول؟ قال لا هي بتتسول. قال وش هذا؟ قال يا ابن الحلال هذه زوجها متوفي وعندها ولدين يصلون معنا، ترى تشوفهم في المسجد يجون يصلون العصر والمغرب والعشاء، ولكن الفجر تحرص على أنها هي اللي تجيبهم، تدخلهم في المسجد تقعد برا تنتظرهم لين يطلعون وتلزمهم بيديهم وتروح بهم لين تدخل بهم شقتها، وتراها معية الخير وارثة الخير من زوجها وشارية لها شقة اللي هي ساكنة فيها وعيالها، وعندها طالبة في المدرسة وظروفهم صعبة صعبة إلى درجة يتصورها عقلك، مستأجرت لهم بشقة مقابلتها للطالبة ذي وهلها، وتدفع أجار الشقة هي، وحطتها وقف لزوجها دفعت يعني أجر للزوج. فأنت لا تفهم ظنك، والله إني جيتها أبعطيها، يقول يوم مديت يدي عليها أبعطيها والله إنها جاضة مني. قال لا مهم متسولة ذي يا ابنها. قال يا أخي يقولوا لي ناس إنها متسولة. قال لا يا ابن الحلال متسولة تجي الفجر. قال إني هذا. قال لا هذه حريصة على إن عيالها يصلون صلاة الفجر وتخاف عليهم، تخاف عليهم الفجر تخبر. فهذه قصة صراحة لما قالها لي الشخص هذا، شوف بعض النساء كيف التربية وصلت وكيف الحرص وصل، تقعد عن باب المسجد تنتظرهم إلين يطلعون، ولا طلعت لزمتهم بيديهم وراحت، وبعض الحريم راقدت والله ما هم راقدين، نرفع رؤوسنا بهذه الأخ. أي والله أي والله ما شاء أي نعم والله نرفع رؤوسنا. عنوان المتسولة إيه؟ فتلقاها عندي في قناة قصة المدرسة أو المعلمة المتسولة.